مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. تمثل قضية الكهرباء في فلسطين أمرا بالغ الأهمية، فهي لا تعتبر سلعة حيوية فقط، إنما أداة هامة للتحرر من التبعية للاحتلال الإسرائيلي. في هذه الحلقة نناقش معا أوضاع الكهرباء في الضفة الغربية وقطاع غزة من ناحية الديون وأهم الاتفاقيات الموقعة لصالح المواطن، كما نتساءل عن أسعار الكهرباء خاصة بعد إعلان إسرائيل عن زيادتها، ونتطرق إلى قطاع الطاقة المتجددة وآخر التطورات حول حقول الغاز التي تعد حلا لأزمة الكهرباء. لمناقشة هذه الأسئلة وغيرها أرجوكم رحبوا معنا بضيفنا الكريم رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ظافر ملحم. مرحبا بك سيد ظافر. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا سيد ظافر. نتحدث الآن عن مجمل أوضاع في 2018، كيف كانت العام الماضي؟ حدثنا أكثر عن موضوع الديون، كم بلغت ديون المستحقة للكهرباء، وكم بلغ أعداد المشتركين والأحمال أيضا في هذا الموضوع، كم كانت وكم من المتوقع أن تصل؟ يعني إحنا في عام 1995 كانت القدرة المطلوبة للضفة الغربية حوالي 700 ميجاوات، حاليا للضفة الغربية حاليا نحن نتحدث عن 1300 ميجاوات لميجا فولت أمبير للضفة الغربية، وحوالي 500 ميجا فولت أمبير لقطاع غزة، أي بإجمالي حوالي 1800 ميجا وات بحاجة أن تتوفر لخدمة وتلبية احتياجات المواطنين بجميع فئاتهم والقطاعات المختلفة. هذا يعني أن الطاقة المستهلكة عام 2018 بلغت حوالي 5000 جيجا وات أور، هذا طبعا في الضفة الغربية. نعطي أرقام لعكس ما كيف حصل التطور في تسديد فواتير الكهرباء، وهذا ملموس عام 2018، حيث يوجد أكثر من 82 هيئة محلية قامت بتسديد 100% من فاتورتها، وهذا رقم طبعا غير مسبوق. في السابق كان هناك ديون تتراكم بشكل كبير. فحتى نعطي أرقام، الضفة الغربية استهلاكها طبعا من ناحية فلوس، احنا شرينا من الجانب الإسرائيلي كهرباء بحوالي 2.3 مليار شيكل، منها 420 مليون شيكل غزة ومليار و 860 مليون، يعني 1860 مليون الضفة، مليار و 800 تقريبا للضفة الغربية. من هذه الأرقام طبعا كان هناك ما يسمى صافي الإقراض، الأموال التي تخصم من المقاصة لصالح الكهرباء، فكان الخصم لصالح غزة 420 مليون، أي جميع استهلاك قطاع غزة تم تسديده من المقاصة بقيمة 420 مليون شيكل. أما الضفة الغربية فمن المليار و800 تم تسديد خصم 354 مليون شيكل، هذا المبلغ لم يرصد كدين على الهيئات المحلية، لأن الهيئات المحلية والشركات قامت بتسديد هذا المبلغ لوزارة المالية مباشرة وغير مباشرة. مباشرة حيث قامت بتسديد 113 مليون شيكل مباشرة لوزارة المالية، وهناك 144 مليون شيكل مستحقات لهذه الشركات والموزعين مرصدة لدى وزارة المالية، أي بمعنى أن المبلغ المطلوب لوزارة المالية حوالي 97 مليون شيكل فقط كدين على الموزعين في الضفة الغربية. أما شركة كهرباء غزة فرصيد الدين 419 مليون هو قيمة ما تم شراؤه من الجانب الإسرائيلي. نتحدث الآن عن الديون بمجملها، بمعنى الضفة الغربية 97، نعم، وغزة 419، نعم، هذا مجموع الديون على الكهرباء كاملة. نعم، هذا لصالح وزارة المالية. طب مجموع الكامل بالنسبة للدين المرصد حاليا في لصالح شركة كهرباء إسرائيل حوالي 104 مليون شيكل على الضفة الغربية ما عدا شركة كهرباء القدس. أما الديون على غزة فهي صفر، لأنها تم تسديدها بالكامل من وزارة المالية.
يعني اليوم نتحدث عن 104 ملايين بالإضافة لا بالإضافة ل 97 و419 بالإضافة لا 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 هذا لشركة كهرباء إسرائيل. هناك فرق ما بين الديون المستحقة لوزارة المالية والديون المستحقة لشركة كهرباء إسرائيل. لشركة كهرباء إسرائيل المبلغ المستحق 104 مليون شيكل فقط. طب ما أسباب هذه لكن الديون؟ لكن هناك مبلغ يجب الإشارة له وهو الديون المترتبة على شركة كهرباء القدس نعم والتي لا يتم خصم أي مقاصة لصالحها باعتبارها شركة داخل القدس. فالديون بلغت في عام 2018 171 مليون شيكل. طب أضحت صورة في موضوع ديون الأسباب لهذه الديون، يعني إذا هناك خدمة تقدم نعم. ما الأسباب لتراكمها؟ يعني للأسف لا تزال بعض التجمعات السكانية في فلسطين الجباية فيها لا تتعدى 5%. وفي بعض الأحيان وفي بعض المناطق الجباية في هذه التجمعات تساوي صفر، يعني لا يوجد أي شخص يدفع كهرباء. حتى من يريد أن يدفع كهرباء يحارب من قبل التجمع السكاني نفسه حتى لا تكون سابقة ويتم المطالبة هذا التجمع بتسديد فواتير الكهرباء. طبعا احنا قمنا بعمل مضني وعمل جبار خلال السنوات الثلاث الماضية، قمنا بتحسين التحصيلات. كانت نسبة التحصيلات لا تتجاوز 56%، حاليا التحصيلات تتجاوز 90-95% نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بترتيبات وبإرشادات من دولة رئيس الوزراء الذي اهتم ووضع جهدا كبيرا في هذا المجال. وكان على سبيل المثال عدادات الذكية ومسبقة الدفع، تحسين الشبكات داخل هذه التجمعات السكانية، تخفيض الفاقد الفني والغير الفني، اللجوء إلى المحاكم وإلى متابعتها قضائيا للمستهلكين الكبار، وقف الخصم من المقاصة لبعض المشتركين مباشرة كانت تخصم لصالح بعض المؤسسات الخاصة لكن هذا تم إيقافه. موضوع براءة الذمة في حال تجاوز المبلغ مبالغ كبيرة مثل أكثر من 50,000 شيكل. طيب. وهذه الإجراءات كلها أدت إلى تحصيل زيادة تحصيل بالإضافة إلى تجميد بعض المشاريع للبلديات اللي هي المحلية التي لا المحلية فيها مشكلة في الموضوع. بالتأكيد يعني في عنا بعض التجمعات السكانية تدفع وتسدد فواتير الكهرباء لكن الهيئة المحلية لا تقوم بتسديد هذه المبالغ لمصدر التيار الكهربائي، وهذا ينجم عنه تراكم في الديون وزيادة في خصم من المقاصة الكهربائية. في موضوع مرتبط، موضوع توقيع اتفاقية وصفت بالتاريخي ما بين شركة نقل الفلسطينية وشركة الكهرباء الإسرائيلية، حدثنا عن هذه الاتفاقية، أين وصلت وانعكاساتها علينا؟ طبعا إذا بتذكروا في عام 2016 تم توقيع مذكرة تفاهم على إنشاء سوق فلسطيني للكهرباء مستقل قادر على تلبية احتياجات المواطنين ولا يعتمد على مصادر محددة في التيار الكهربائي. فكان منذ ذلك الحين تم التفاوض مع الجانب الإسرائيلي على اتفاقية لشراء الطاقة الكهربائية أو اتفاقية تجارية لشراء الطاقة الكهربائية تكون معتمدة من الجانب الفلسطيني وبشروط فلسطينية وبامتيازات لم تكن في السابق على أن تكون خاضعة للقانون الأجنبي وليس قانون إسرائيلي في حال كان هناك أي خلافات بين الطرفين. نحن قطعنا شوط كبير في هذه الاتفاقية وفي بتاريخ 1/5/2017 تم التوقيع بالأحرف الأولى على هذه الاتفاقية لكن لم يتم إنهاء
بعض البنود في هذه الاتفاقية وخاصة موضوع التعرفة. لا يزال النقاش قائم عليها. نحن نطالب بأن تكون تعرفة خاصة لدولة فلسطين وليس لمشترك داخل إسرائيل، بالإضافة إلى عدم الشروط أن يكون حصريا المزود الإسرائيلي هو حصريا مزود الجانب الفلسطيني. بس بإمكاننا التزود وبناء محطاتنا الذاتية لإنتاج الطاقة الكهربائية، بإمكاننا الربط مع الإقليم مع دول الجوار مثل الأردن، وهذا ما حصل قبل أسابيع، تم توقيع اتفاقية لربط شبكاتنا الكهربائية مع الجانب الأردني، كذلك مع جمهورية مصر العربية. يعني بمعنى آخر بأنه طب توقعاتك لهذه الاتفاقية مع الجانب الإسرائيلي، هل ستسمح لنا مثلا بالتحكم بالتعرفة نوعا ما؟ نعم بالتأكيد، يعني هناك لن يكون مثل ما هو الحال عليه حاليا. حاليا يقوم الجانب الإسرائيلي بفرض التعرفة ونحن نطبقها أوتوماتيكيا تنعكس على تعرفتنا، لكن في المستقبل في حال تم توقيع الاتفاقية، هذه اتفاقية تجارية، سيكون لنا رأي في تحديد هذه التعرفة ومراجعتها والاعتراض إذا كانت لا تلبي احتياجاتنا الفلسطيني، احتياجات المستهلك الفلسطيني، وتكون قادرة على تلبية احتياجات المواطنين بأسعار معقولة. تمام. في موضوع التعرفة الكهرباء، إسرائيل أعلنت عن زيادة للأسعار بداية العام الجاري. ما يتم من زيادة داخل إسرائيل أو من خلال المنظمة الإسرائيلية ينعكس مباشرة على التعرفة الفلسطينية. وهنا نقوم نحن في مجلس تنظيم قطاع الكهرباء وسلطة الطاقة بمراجعة أثر هذه التعرفة الزيادة على التعرفة الكهربائية، ونحاول أن لا تنعكس بشكل مباشر على الشرائح الدنيا، تنعكس على الشرائح التي تستهلك طاقة كهربائية كبيرة، أن لا تتأثر القطاعات الإنتاجية من هذا من هذه الزيادة. فهناك حاليا مراجعة للزيادة، والتي نتوقع أن تكون حسب ما أعلن في إسرائيل، هناك زيادة على الاستهلاك على الطاقة الكهربائية على وحدة الطاقة بحوالي 2%، بالإضافة إلى زيادة بسموها المصاريف التشغيلية لشركة كهرباء إسرائيل. وهنا بحاجة إلى مراجعة لهذه الزيادات وكيفية وآلية اعتمادها في التعرفة الفلسطينية ليصار إلى تقديمها لمجلس الوزراء لإصدارها حسب الأصول. لكن هناك زيادة، هناك زيادة، أي نعم ستطرأ زيادة بالتأكيد. طب نذهب إلى قطاع غزة، أزمة كهرباء متعمقة هناك، حدثنا عن أسباب الأزمة وأي حلول ممكنة في ظل الظروف الحالية للتخفيف. نهاية المواطن هناك يريد أمور، أي أمور ممكن أن تقوموا فيها للتخفيف من الأزمة؟ يعني علاقتنا بقطاع غزة والكهرباء، نحن القطاع ممكن الوحيد الذي لم ينقطع في أي فترة عن مساعدة أهلنا في قطاع غزة للتخفيف عنهم بسبب مشاكل الكهرباء. لولا سلطة الطاقة وحكومة الوفاق الوطني لما استطاعوا في غزة إعادة إعمار شبكات الكهرباء في قطاع غزة. فكان هناك برنامج بعد حرب تموز 2014، برنامج شامل تمت إعادة إعمار جميع شبكات الكهرباء في قطاع غزة، بالإضافة قبل ذلك في 2008 نفس الحال نفس الشيء، ولما قصفوا محطة التوليد في عام 2006 نفس الشيء. قمنا من خلال جهود الحكومة الوفاق بإعادة إعمار جميع هذه الشبكات، ولا نزال نحن من يزود شركة كهرباء توزيع كهرباء غزة بجميع المواد بحاجة إليها الشبكة من محولات أبراج وكوابل وغير ذلك من مواد لازمة لتطوير وإعادة تأهيل الشبكات، حتى ما يتم إرساله أكثر من حاجتهم. هذا النقطة الأولى. من ناحية القدرة نتحدث عن هنا إيكوبمنت أو معدات، من ناحية القدرة الكهربائية وحل مشاكل العجز الكهربائي، نحن كما تعلم لا نملك صلاحيات على أرض الواقع. المشكلة الأساسية في قطاع غزة هو عدم الجباية، وبالإضافة إلى الإعفاءات الكبيرة التي تمنح للمؤسسات سواء فصائلية حكومية
شخصيات اعتبارية، شركات خاصة تعفى من استهلاك الكهرباء، وهذا يؤثر على توافرية الطاقة الكهربائية. هذا من جانب. من جانب آخر، مصادر الطاقة في قطاع غزة معروفة للجميع. عندنا ثلاث مصادر الطاقة، اللي هي الجانب الإسرائيلي أعطينا 120 ميجا وات، ومحطة التوليد التي تعمل من صفر إلى حوالي 90 ميجا وات حسب توفر الوقود، والكهرباء من الجانب المصري. والجانب المصري منذ شباط 2018 وهي مقطوعة نتيجة الأوضاع السياسية في منطقة سيناء. فإذا ما هو متوفر حاليا هو الجانب الإسرائيلي ومحطة التوليد، وخاصة وهي تعمل حاليا بالوقود القطري بالمنحة القطرية الذي يوفر حوالي يوميا 500 متر مكعب من الوقود، وهي تعمل حاليا بقدرة إجمالية تتراوح ما بين 80 ل من 70 ل 80 ميجا وات، وهذا خفف من العجز الكهربائي. وحاليا الكهرباء تصل إلى حوالي 6 ساعات وصل ل 8 ساعات قطع. الحلول لهذا الموضوع يجب أن يكون هناك إعادة تأهيل وإعادة بناء وهيكلة لشركة توزيع كهرباء غزة في القطاع، حتى تكون قادرة على تلبية احتياجات المواطنين وزيادة القدرة التي يمكن الحصول عليها من الجانب الإسرائيلي من خلال ربط الخط 161 الذي ممكن أن يوفر 100 ميجا وات إضافية، بالإضافة إلى تحويل محطة التوليد اللي تعمل على الغاز الطبيعي وتوفير الغاز الطبيعي لمحطة التوليد. لكن هذا بحاجة إلى أداء يعتمد في من قبل شركة توزيع الكهرباء في غزة، وهذا طبعا يتطلب وجود سلطة الطاقة تعمل على أرض الواقع وتطبيق القوانين والتنظيمات والنظم الناظمة لقطاع الكهرباء، وعدم العبث في الأمور الموارد المالية للشركة. يعني الحل بأنه تحصيل بالشكل أفضل بالتأكيد، ووجودكم هناك في بالتأكيد، لأنه إحنا حاليا ما يتم ضخه من أموال في غزة نحن كما ذكرت قبل قليل يخصم من المقاصة الفلسطينية 420 مليون شيكل فقط هذا عام 2018، لم يسدد للحكومة أو للجانب مصدر الطاقة الكهربائية أي أجورة، فكامل ما يجبى يذهب إلى أمور لا ندري أين تذهب. طب في ذات الموضوع، خلال العام الماضي تم إدخال وقود قطري إلى غزة برعاية أممية، وهنا أركز على أن السؤال هو اقتصادي وليس سياسي نهائيا. هل هذه الآلية كانت إيجابية أم سلبية؟ كيف تنظرون إليها من ناحية عدالة التوزيع والكشف عن تجاوزات كانت تجري هناك في السابق؟ يعني أنا كمان أكون فني ومهني بحت، في مقارنة بسيطة ما بين المنحة القطرية التي تم تزويدها للمحطة قبل سنوات والمنحة القطرية الموجودة حاليا، مع الرقابة الدولية على هذه المنحة لا يتم تسريب أي كمية من الوقود للسوق أو لجهات غير معلومة، جميع الكميات تذهب إلى محطة التوليد وهي برقابة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وما يتم ضخه للمحطة هو نفس الكميات التي تورد ضمن المنحة القطرية، وهي بلغت حتى هذه اللحظة 30 مليون لتر من الوقود تم وصولها إلى المحطة، بينما في السابق الوقود الذي كان يشترى من قبل شركة توزيع كهرباء غزة كان كمية كبيرة منه لا ندري أين تذهب، تذهب إلى منشآت خاصة، تذهب الخلال. إلى جهات لا نعلم من هي. طب بشأن وقت الحلقة سنذهب إلى موضوع آخر، وموضوع مرتبط في الحلول. ماذا بشأن حقول الغاز وآخر تطورات عليها؟ الغاز في قطاع غزة نتحدث. نعم، بالنسبة لحقول الغاز هناك حقل غاز مارينا واحد تم اكتشافه عام 1999، وكان من خلال شركة بريتش غاز
بريتش غاز انسحبت من هذا المشروع وباعت حصتها لشركة شيل. شيل أيضا انسحبت من المشروع وباعت حصتها. حاليا تم صندوق الاستثمار الفلسطيني مع القطاع الخاص الفلسطيني شراء تريبل سي, تم شراء الحصة على أن يتم البحث عن مطور لهذا الغاز. نتوقع إن شاء الله في المستقبل القريب جدا يكون هناك اتفاق على تطوير هذا الحقل الذي سيمد ليس فقط قطاع غزة بالغاز الطبيعي, وإنما هناك محطة توليد معلومة للجميع في منطقة جنين 450 تقريبا 480 ميجا وات بحاجة إلى الغاز. نحن نتطلع ونطمح أن يكون الغاز الطبيعي الفلسطيني هو المشغل لهذه محطات التوليد. هناك أيضا جهود للبدء بالاستكشاف في المتوسط في سواحل الفلسطينية والحفاظ على حقوقنا الهيدروكربونية سواء في أوفشور أو أنشور, يعني في البحر أو في اليابسة, من خلال جهات المعنية. هناك غاز يعني بالتأكيد, يعني في حقل المارينا يوجد حوالي 28 بي سي ام بليون كوبيك متر, وهي قادر على إنتاج حوالي 1.6 بي سي ام سنويا, يعني تكفينا إلى حوالي 18 سنة. طاقة متجددة, نعم, يعني مهم جدا للحديث لو بسرعة كمصدر للطاقة الذي نهتم به بناء على تعليمات من فخامة الأخذ الرئيس هي الطاقة المتجددة. حاليا نحن منحنا أكثر من 25 رخصة لبناء محطات توليد بقدرة إجمالية 42 ميجا وات, بالإضافة إلى بعض المشاريع الضخمة في منطقة الخليل, أي أن ما هو حاليا تحت التنفيذ أو قريبا سيكون جاهز حوالي 150 ميجا وات, وهي تشكل 20% من القدرة المطلوبة. هي تخفف من التبعية بشكل ممتاز. بتشوف انه الاستثمارات كافية في هذا المجال, اقبال المواطنين عليها, تحفيزات؟ يعني هناك عائق اساسي يجب, انا احيانا كثيرا احيانا ابعد عن السياسة, لكن العائق الاساسي هو عدم الحصول او الوصول الى المناطق سي, والتي هي اكثر منطقة يوجد فيها مساحات واسعة نستطيع من عليها بناء محطات الطاقة الشمسية. وكما تعلم محطات الطاقة الشمسية بحاجة إلى مساحة, وفي المناطق ألف وباء مساحات محدودة مأهولة بالسكان زراعية, لكن بحاجة إلى مناطق سي حتى يكون تطوير محطات سواء طاقة الرياح أو طاقة الشمسية في هذه المناطق. فالموافقات الإسرائيلية معقدة, ونحن نطمح على أن يكون لنا أكسس على هذه المناطق. شكرا لك رئيس سلطة طاقة والموارد الطبيعية سيد ظافر ملحم, شكرا جزيلا على وقتك معنا, وشكرا لكم مشاهدينا الكرام. والآن ننتقل إلى قصة نجاح. أنا اسمي هديل صالح, مديرة الشؤون الإدارية والمالية في مصنع نيشانز بيكري, وهو أحد شركات شركة بالوي بيك للمواد الغذائية والاستثمار. مصنع نيشانز بيكري هو تأسس, يعني الشركة نفسها تأسست قبل سنتين, وتبلورت الفكرة من حاجة السوق الفلسطيني لمثل هذا المشروع. فقمنا بدراسة للسوق الفلسطيني, تعاقدنا مع شركة استشارية لتنفيذ هذا المشروع, وهو عبارة عن مخبز بيشتغل بمواصفات عالمية بهدف الحصول أول مصنع في فلسطين على شهادة الجودة والسلامة الغذائية. إحنا بنقدم للمواطن الفلسطيني خبزة صحية, خبزة مفحوصة, بيأكل الإنسان الفلسطيني هو مطمن. عندنا أيدي عاملة, من شروط إنه إحنا نوظفها لازم يكون عندها فحص طبي. في عنا كمان مختبر بالمصنع, الخبزة لازم تنفحص من ناحية الحرارة, من ناحية الرطوبة, من ناحية الفحص الميكروبي ضد العفن. فهي الأمور بتضمن أنت كمواطن فلسطيني تاخد خبزة
صحية 100%. منركز على السلامة بالإضافة للجودة. أي موظف بدخل على الشركة أو من الموظفين نفسهم لازم يعقم. فعنا أول إشي أي حدا بدخل على الفرن لازم يعقم، يلبس الأواعي المخصصة للموظفين، يحط الطاقية، إذا في عنده دقن لازم يغطيها، لازم يكون طويل، لا يعني أي احتكاك مباشر بالشعرة أي إشي لازم يكون مغطى. كمان شغلة عندك، بتبدأ استلام عندك غرفة استلام الطحين. هلأ الطحين بيعبوه الشباب في السيلو، السيلو بيرفعه بنخله وبروح على العجانة. العجانة في عنا ميزان أرضي بيوزن لك الطحين، وبعدين بيروح لمنطقة الخلط اللي هو العجين. طبعا احنا في عنا غرفة تحضير، مدير الانتاج بحضر الخلطات بناء على خطة اسبوعية احنا بنحضرها، فبنعرف ايش حاجات السوق لنا. بالنسبة للخلطة تبعتنا بالطابق التحتاني بتنعمل وبتحط في طنجرة مضغوطة ومحكمة الاغلاق عسبة انه ما تلامس اي تلوث اثناء نقلها. بتم وضعها في الخلاطة وبعدين رفعها على الجاك تبع العجين، ومن ثم تبدأ عملية التقطيع والتشكيل. الطاقة الإنتاجية للخط تبعنا بينتج 8000 قطعة بالساعة. طبعا الخبز اللي بينتجه الماكينة هو خط آلي لا تمسه الأيدي، ففي يعني الريسك بتكون أقل عرضة من إنه أي واحد يمسك المنتج، كله الآلة هي اللي بتعمله. اللهم الموظف بحط العرباي للتخمير للخبيز، بنزلها لخط التغليف، عندنا خط تغليف كامل بغلف المنتجات. انه نوظف موظفين من جميع الشرائح الفلسطينية. في عنا سيدات بيشتغلوا، في عنا شباب مختلف الاعمار، في عنا ذوي الاحتياجات الخاصة، لانه احنا هذا المصنع هدفه زيادة الايدي العاملة الفلسطينية، فالهدف منه التنويع، وبنفس الوقت نوفر يعني للمواطن الفلسطيني حقه الكامل انه يشتغل ويتوظف. عندنا يتم إنتاجه في له باتش نمبر، هذا الباتش نمبر هو رقم مخبري احنا بنعطيه للمنتج، بنعرف العرباي امتى دخلت على غرفة التخمير، امتى دخلت على غرفة على الفرن، امتى تبكتت، فبنقدر نعمل تاكينج لا سمح الله صار في اي مشكلة بالمنتوج. بهذا نصل مشاهدينا إلى نهاية برنامج المجلة الاقتصادية. دمتم بألف خير.